بعد كده بقى يعني شعور علي، شعور علي معلول خلاص دخل النادي الاهلي وبدا يلبس تيشرت النادي الاهلي. بدايه كان في اتصال من كابتن سيد، كان كلمني وقال ان النادي محتاج يكون علي معلول موجود، فرحبت بالفكره وكنت اتكلمت مع الوكيل بتاعي اللي كان هو خاض اكثر الوقت بتاع المفاوضات مع النادي الاهلي، والحمد لله يعني المفاوضات مشيت في الـ في الـ في السكه الصحيحه، وكان فما تعاون كبير من الباشمهندس محمود طاهر، كان في الفتره هذيك هو رئيس النادي، كان فما تفاهم كبير، كان في عقد بند في العقد متاعي مع النادي الصفاقسي ب 500,000 اورو، لكن انا ما فضلتش اني ندفع المقابل المادي هذاك ونخرج من النادي متاعي اللي تربيت فيه اللي عديت فيه 8 سنين، اني نخرج بالطريقه كيما هذيك، يعني ندفع الفلوس الشرط الجزائي ونخرج. كنت تفضلت انه يكون في مفاوضات، ممكن السعر يكون اعلى باش نجم نخرج بصوره ممتازه، نكون نفعت النادي الصفاقسي بالمبلغ ونمشي وانا في صوره ممتازه يعني. خلي بالك ده كلام مهم جدا. أكيد. كلام المفروض يتعلم منه اللعيبه، يتعلم منه الناشئين، يعني علي معلول وحبه وولاءه لنادي الصفاقسي ما رضيش يستخدم الشرط الجزائي عشان ينتقل، برضه يعني ده يعني عشان يعني ولاءك ورساله منك لكل اللعيبه، ورسالتك رساله مهمه جدا من الكابتن علي معلول. اكيد النادي الصفاقسي عنده فضل كبير باش وصلت للمرحله هذه، يعني لازم كما انت تنفعت لازم تنفع النادي نتاعك، لازم تخرج في صوره ممتازه، تخلي افضل شكل، تخلي شكلك ممتاز، حتى اليوم الثاني تخمم انك ترجع للنادي الصفاقسي ترجع وانت اسمك كبير وعملت حاجه للنادي نتاعك. فكانت المفاوضات هكاك الحمد لله، كان فما تعاون كبير من النادي الاهلي، كان متفاهم الوضعيه نتاعي، يعرف لي انا كنت قائد فريق، فكانت المفاوضات يعني النادي الاهلي تعامل باحترافيه كبيره. علاش قلت لك النادي الاهلي عنده تاريخ، عنده مبادئ يمشي بها، عنده تفهم كبير. ما دي اول كلمه قالها لك اليسو بالبيع، قال لك النادي فيه مبادئ، لازم عشان تدخل داخل منظومه لازم تمشي على المبادئ. كان فما تفهم كبير من اداره النادي الاهلي وخلتني نخرج بصوره ممتازه مع من الفريق نتاعي السابق النادي الرياضي الصفاقسي. فبدات المسيره من المفاوضات لين وصلت